أن تمسك طرف حلم يعني أن تحلق في أجواء جديدة، أن تعانق سحابة ممطرة، وأن تتمتع برذاذ ينعش مخيلتك وواقعك وحاضرك ومستقبلك. ومبدعون الصغار أمسكوا طرف الحلم بيدهم وبدأوا معنا رحلة نحو العلا. رحلة مبدعين بدأت من هنا، من شمال بلادنا لتصل ربوعها كافة. صعب علينا أن نتصور عالما بلا إبداع، أن نتصور شمسا بلا شعاع، أن نتصور مطرا بلا إيقاع، وصعب أن نتصور عاما بلا أيار، أيار إبداعات. يأتي مشروع إبداعات تشجيعا لتطوير الكتابة الإبداعية الطلابية. ولد من رحم رؤية جالت في خاطر مفتش لواء الشمالي الأستاذ أحمد بدران، مؤسس المشروع والقائم عليه. طمح فيه إلى الكشف عن المواهب الكتابية الطلابية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس الوسط العربي في لواء الشمال، وإبرازها وتكريمها مرة كل عام. أصبح مشروع إبداعات نهجاً في لواء الشمال، نقوم على تنمية الأقلام الطلابية ورعايتها من أجل دفع مسيرة المطالعة، القراءة والكتابة. مشروع إبداعات هو مجرد مساهمة لتحقيق هذه الغاية، وهو لا يكفي إذا ما داومت المدارس على تفعيل الطلاب وتذويت ملكة الكتابة عندهم. وها هي إبداعات تحتفل بعيدها العاشر، تحاكي ظلالنا من جديد وتمنح حرارة أيار إلى أقلام طلابنا الواعدة، تدغدغ أفكارهم وتبوح بما ناءت بهم أحمالهم من جميل اللغة. ارتأى الأستاذ بدران أن تقود هذا المشروع في غمار المدارس لجنة مختصة مكونة من وفاء سليمان، سكينة هواش، جمان سرور، وهديل كيال. عملت هذه اللجنة برفقة طاقم من المرشدين والمرشدات في المدارس بتفان وإخلاص، بغية إنجاح المشروع والأتو قدما نحو بناء جيل مبدع من طلابنا. يسعى مشروع إبداعات، وهو الأول من نوعه في مدارس لواء الشمال، إلى تعزيز التعبير الكتابي لدى الطالب، كما ويعمل على بث روح المنافسة الشريفة بين الطلاب والمدارس. ترسل نصوص الطلاب المشاركة إلى لجنة فاحصة مكونة من خيرة مرشدات اللغة العربية ومرشديها. تعمل هذه اللجنة بنزاهة تامة ووفق معايير معروفة للمدارس، تراعي العبارة صحيحة المبنى، واضحة المعنى، وجميلة الأسلوب. كان فكتيفا يتيرتيت وسيئو של تعليق لميدا שמתקיים במשך כל שנת הלימודים בהובלתו של הפקח המגזר הערבי אחמד בדרן והמפקחים, המנהלים, המורים והתלמידים בבתי הספר. המטרה המרכזית של כנס הכתיבה היצירתית הוא למעשה לחזק ולתת מקום לשפה הערבית, ובנוסף לחדד כישורים ויכולות של תלמידים בכל מה שקשור ליצירה, ללמידה, כי אלה בעצם הכישורים של למידה ויצירתיות הם הכישורים הנדרשים במאה ה-21. שיהיה בהצלחה לכולם. לقد لاقى المشروع إقبالا واهتماما ملحوظا بين أوساط الطلاب في المرحلتين، فقد بلغ عدد المشتركين في مسابقة هذا العام ما ينيف على 250 طالبا من المدارس المختلفة. يتوج الطلاب الفائزون والمشاركون في احتفالية مهيبة تقدم على منصتها برامج فنية ثقافية رائعة
تعكس لوحة عاشقة للفن بمذاهبه المختلفة. هي جزء لا يتجزأ من جهاز التعليم العربي. هذه المسابقة التي سعت خلال السنوات السابقة إلى تنمية قدرات الكتابة الإبداعية لدى الطلاب ابتداء من جيل مبكر، نحن نولي لهذه المسابقة ولهذا المشروع أهمية كبيرة جدا، خاصة بأننا نسعى إلى بناء كادر من المبدعين أمثال محمود درويش وأمثال سميح القاسم في جهاز التعليم العربي. وأجمل هدية نقدمها لمبدعينا مجلة إبداعات التي تضم كتاباتهم بما جادوا وأجادوا، والتي ترتدي حلة بهية تليق بجميل إبداعاتهم. إنه عامنا العاشر وسعينا ليكون هادفا ومميزا. بالعزم والهمة نسمو بإبداع طلابنا نحو القمة.